نبيل يعني انت في استبعاد لو غران بري ناسيونال ديال التريطون كيفاش كانت هاد الفينال؟ الفينال كانت قاصحه بزاف تقريبا هادي اقصح ايطاب لعبتها من جميع لي زيطاب اللي لعبت الحمد لله راه درت دوزيام بلاص في ليطاب الاولى والثانيه اللي كانت في المحمديه وفي الرباط وكاس العرش اللي كنت فزت به وفزت بالمرحله ديال الصويره وفزت بالمرحله ديال اكادير واليوم الحمد لله كملت الفرحه بيا ربحت بهذا الفينال تاع الكرون بري اللي كانت فيه المنافسه جد قويه حيت كنت في دوزيام بلاص حتى تقريبا اخر خمس دقائق من السباق وتمكنت من ربح السباق. شنو هي اصعب يعني بارتي في السباق؟ تقريبا السباق كان صعيب كامل اليوم من حيث الناطاسيون كان الريح كانوا لي فاك كيعكشونا والفيلو تا هو كان فيه الريح الكوكس ابي كانت حيت الجو كاين حيت الجو حار كان السباق صعيب بزاف. من احتليت المرتبة الثانية كيفاش كان السباق يعني الفينال كيفاش داز؟ السباق كان جد قوي حيت مشيت في السباحة بوحدي وكان الكورة وبالنسبة للدراجة كان مجهود فردي حيت أنا اللي مشيت راسي وأنا جد مسرور احتلالي المرتبة الثانية في هذه المسابقة وجد مسرور احتلالي المرتبة الأولى في الكرون بري. يعني واش لابارتي الأخرى هي اللي كانت شوية صعيبة في لاكورس؟ لا لا بارتي متوسطة ديال الدراجة حيت كان كورونسي تبدا بجهود فردي.